الرئيس السيد الوزير. بطبيعه الحال هذه ظاهره من الظواهر اللي هي مستفحله واللي هي عميقه وبنيويه في المجتمع المغربي اللي كتعاني منها جميع المؤسسات السجنيه في المغرب. ويكفي فقط انا اتمي المجهود اللي تتبذلوا المندوبيه العامه لاداره السجون، ولكن المندوبيه بطبيعه الحال هي كتنفذ سياسه واحد السياسه الجنائيه فيما يتعلق بهذه القضيه ديال الاعتقال. انا تكلمت السيد الوزير على تحسين، انكم تتهضروا على تحسين ديال ظروف ديال الاقامه ديال السجناء. انا نعطيكم جوج ديال الامور، جوج المعطيات. المعطى الاول تيتعلق بالمساحه المخصصه للسجناء. الى حصينا 170000، عندي 170000 متر مربع و597 ملي تن عدد الساكنه السجنيه في الحاله المحصوره في نهايه 2021 89731، تيعطيني ملي تنقسم تنلقى بان كل سجين عنده 1.9 متر مربع، معنى انه هذاك السجين يعيش في قبر في حياته وهو في حاله اعتقال، وقد يعيش في قبر كما سنعيش كاملنا في هذا القبر هذا حتى يبعث الله. هذه المساله الاولى، ولا كعيش في صندوق. نمشيو للمساله الثانيه، الرقم الثاني اللي هو ديال المندوبيه العامه لاداره السجون. ملي تنهز الميزانيه المرصوده المعتمده في التسيير كنلقاو 866 مليون و433 الف درهم، ملي كنقسموها على هذا العدد ديال السجناء اللي هو 89700 كنلقاو بان السجين كنخسروا عليه 26 درهم فاصله شي حاجه، قول 27 درهم في النهار. ما عرفتش هذه واش ديال الاكل، واش ديال وجبه وحده، ولا ديال ثلاثه الوجبات. يعني كيفاش غادي نهضروا اليوم ونتكلموا على الانسانه ديال ظروف الاعتقال؟ كيفاش غنتكلموا اليوم على المفهوم الحقوقي في المؤسسات السجنيه؟ كيفاش غنتكلموا اليوم على مؤسسات متهالكه كما قلت السيد الوزير، لما فيها لا الاناره الكافيه، ما فيهاش التهويه الكافيه، ما فيهاش الاليات ديال التبريد ديال الماكولات، ما فيهاش الاليات ديال التسخين؟ كيفاش غنتكلموا اليوم على مؤسسات سجنيه وكنهضروا اليوم على اعاده ادماج؟ كيفاش غنديروا على هذا الادماج هذا لهاد الناس اللي كيتعتقلوا في هذه الظروف هذه؟ والحال انه 45% اقول من هذا العدد اللي هو معتقل احتياطي. وهذا اشكال، هذا اشكال تيتعلق بالسياسه الجنائيه فعلا. اليوم من المسؤول؟ هذا هو السؤال اللي غنطرحه اليوم، لان اليوم حنا واش جينا تنسالوا الحكومه وتنسالوا هذا، من المسؤول اليوم عن السياسه الجنائيه؟ لان واش قدروا اليوم، انا باعتقادي بانه المندوب العام ما عنده حتى شي دور في هذه المساله هذه، ومن تيجي الامر ديال الاعتقال خصو يدخله، واخا ما عنده من يدخله، ما عندوش فين يدخل السجين، هو تينفذ هذيك الاوامر وتيدخل السجن. عنده واخا عنده 200 سجين قال جابوا له 200 ولا 300 غيدخلها، عنده 2000 جابوا له 2000 اخرى غيدخلها، ما عندوش. وبالتالي انا تنقول اليوم حان الوقت لاعاده النظر في هذه المنظومه، اولا في تفريز العقوبات واعاده النظر في المنظومه العقابيه في البلاد من جوب عقوبات، ثانيا كذلك فيما يتعلق بهذه القضيه ديال الاعتقال. اليوم راه كنهضروا القرينه ديال البراءه ديال المتهم، حنا واحد العدد ديال الناس اليوم كنعتقلهم وهم قبل ما يتحكموا، هذا اشكال خطير وخطير جدا. وتنقول لانه اليوم حان الوقت للتفكير، اذا ما كانتش الدوله قادره تدخل مع القطاع الخاص وتبني مؤسسات سجنيه مدره للدخل. شكرا، انتهى الوقت. شكرا سيدي.